مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة كبر مخك. يعتبر هذا الفيديو من أفضل الأمثلة على ما يمكن أن يقدمه العلم والعلماء لخدمة البشرية وجعل حياة البشر أفضل وأسهل وتقديم الأمل لملايين البشر الذين يعانون من أثر تعرضهم لحوادث سببت لهم إصابات غيرت مجرى حياتهم بالكامل. تعرض بيل كوتشفر لحادث عنيف عندما صدمته شاحنة لنقل البريد وهو يقود دراجته الهوائية، مما أصابه بشلل رباعي منذ 8 سنوات، وأصبح كوتشفر عاجزا حتى عن تناول كوب من الماء بمفرده. لكن ابتكر العلماء وسيلة مذهلة ستمكن كوتشفر وغيره من ضحايا الحوادث الذين يعانون من الشلل من استعادة التحكم في أطرافهم والعودة إلى حياتهم العادية بشكل تدريجي. اعتمدت تلك التقنية على زرع مجسات دقيقة في مخ كوتشفر، وتقوم هذه المجسات بقراءة أفكار كوتشفر عندما يفكر في تحريك يده أو أصابعه، ثم تقوم بترجمة هذه الأفكار إلى إشارات إلكترونية وتمررها إلى معالج كمبيوتر ملحق بالذراعه. ثم يقوم معالج الكمبيوتر بتحويل الإشارات الإلكترونية التي تلقاها إلى إشارات كهربائية، ثم يمررها بدوره إلى أقطاب كهربائية مزروعة في عضلات كتفيه وذراعه وساعده، وفي النهاية تنقبض جميع هذه العضلات مما يمكنه من تحريك ذراعه الأيمن شاملا الكف والأصابع بالكامل. وبالفعل نجح كوتشفر في شرب كوب من الماء بدون أي مساعدة لأول مرة منذ 8 سنوات، بل وتمكن أيضا من التقاط ملعقة وتناول طبق من البطاطس المهروسة بمفرده. يعد هذا الإنجاز العلمي المذهل خطوة كبيرة تحمل الأمل لملايين البشر حول العالم. ويقول العلماء الذين عملوا على هذا المشروع أنهم ما زالوا في بداية الطريق ولم يكتشفوا الاحتمالات العديدة المدهشة التي يمكن أن يتم التوصل إليها بمساعدة هذه التقنية، ويأملوا أن يصبح هذا الابتكار في المستقبل ضمن الاستراتيجيات العلاجية الفعالة للأفراد المصابين بالشلل. إذا أعجبك الفيديو فضلا اضغط لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد، ولا تنسى الضغط على علامة الجرس حتى يتم إرسال تنبيه لك فور رفع أي فيديو.